انا خلاص تعبت. اسيوط مصر مصر اسيوط. خلاص من يوم الثلاث يا حبيبي هننفذ النقل، هبقى جنبك في اسيوط. ايوه بس فين على ابراهيم ما يتلم على اصحاب يصير معاهم زي هنا؟ ايه امشي انا بقى حسن ابو خليل يشرف. اغصى عليك لسه بدري. ابراهيم ما بيجيش قبل واحده او اتنين. خليك. انت زهقت مني ولا ايه؟ ده كلام تقولي؟ اصلي لو جيت بقى مصيبه. انت عارفه انه صاحبي وعيب اخونه، ولو ما كنتش بحبك قوي قوي حقيقي ما كنتش خنته. صح يا حبيبي. والله مالك حق يا ابو حميد، داخل خميس هسهروا معاكم، نروح بدري كده. الله ليه هتنقل امتى؟ باذن الله هربط العفش الاثنين واشحنه الثلاث. خلاص يبقى سهرتنا الاثنين عندي. ماشي كلامك. سلام عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه بقى. مع الف سلامه. في حفظ الله. الف سلامه. الله 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 الله. لم معايا يا ابني، لم لم. مقدرش احب اتنين. ابراهيم يعني رجعت بدري الليلة؟ شلة قالوا نروح الليلة بدري عشان نتفرج على المسرحية. ده حتى سيد اخويا كان هنا وروح يتفرج عليها مع العيال. اتفرج عليها انت بقى لوحدك لحسن انا تعبانة وعايزة انام. تعالي هنا. لا 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 اقصى عليك يا ابراهيم. بقولك تعالي يا راجل. لو عيوه صبحي كان هنا بيعمل ايه؟ صبحي ايه؟ لا لا انا شفته وهو خارج. لا يا ابراهيم لا. بيلعب لك في شعرك. بعد ما سكتك لبس بيجامتي ونام على سريري. ليه ما بترديش ليه؟ ها انطقي لقتلك. لا يا ابراهيم غصب عني. ابراهيم غصب عني. انت السبب. انت اللي دخلته البيت قعدت تقول لي دمه خفيف وانه له في كل محطه واحده. كل مرة يجي فيها قلبي عكس خفت اقول لك سامحني يا ابراهيم سامحني. خلاص ما قلتش هعمل كده تاني. انا بحبك يا ابراهيم بحبك. قول لي سامحتك يا ابراهيم قول. مساء الخير يا سي ابراهيم. الله لو تبطل الهباب اللي بتشربه ده تبقى عال. مساء الخير يا ام صبحي. اهلا سي ابراهيم. اندهي لي صبحي عاوزه ضروري. صبحي صبحي في اسيوط يا ابني. ايه اللي هيجيبه هنا؟ اسيوط؟ ايوه لو انت ما تعرفش. ها؟ لا اعرف. عارف قوي. امال ايه؟ ولا حاجة. فوتك بعافية. عجايب. شوف العربية اللي هناك دي اهي. استنى يا اسطى. متشكر يا حرصول. مع السلامة. مساء الفل يا اسطى. مساء الخير. اسيوط ان شاء الله. اسوان. كفاية عليا اسيوط. يلا أما أنت كريم يا رب. ليلتك فل إن شاء الله.
فول ان شاء الله. صباح الخير ابو خليل. قاعد كده ليه؟ الله، ايه اللي جابك بدري؟ اصل انا صحي بدري النهارده، ما شفت الصبح هنا. الله، جمالك ايه يا ابراهيم؟ الصبح ما فصوت يا اخي. كنت فاكره هنا، اصل اتخيلت بيه ليله امبارح. على اذنك بقى، ما تيجي تاخد لك فنجان قهوه؟ الله يخليك، اصل عايز اقف في الهوا شويه. راحتك، بالف سلامه. الله يسلمك. صباح الفل يا ابراهيم. اهلا يا خليل. ايه انت لسه ما قعدتش اطيوط؟ قريب قريب قوي. مسافر معانا طبعا. ايوه يا ابراهيم، هتفضل باصص لبعيد كده على طول. اهو اتفرج على الدنيا، على الناس، على ركاب القطر. ما طول عمرها ركاب، شكلها غريب، اشكال والوان، من كل بلد، من كل شارع، من كل حاره في مصر. ما غريبه لا شطار يا ابراهيم. عن اذنك لما اروح اشوف شغلي. يا مدرسين ايه؟ يا مفتشين ايه؟ قولوا لناظركم ما احناش دافعين. احنا مع الفل يا سيدي الكل. اهلا، حضرتك لو بتعيش. نعم، قلت ايه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ اسمع الكلمة اللي قلتيها. ستي زيش الشنطة بالتقل ده، شيال بريال، كان رحمنا من الهده دي. هي ما هي فيها كام ريال؟ انت ناسي اللي احنا واخدين تاكسي لغايه المحطه. امسكي ايدك شويه يا امينه. امينه تاخدي تمسكي المصروف. يا ماي اركب. بقول ايه يا ماي؟ لا تقول ولا تعيد، خلاص الموضوع ما عادش فيه جوله، اركب. يا ماي ما قطعناش تذاكر، خليك انت وانا هروح اقطع التذاكر واجي لك على طول. جايه معاك. يا ماي ارتاح انتي وانا هرب. ارتاح كيف؟ جاية معاك. هات عندك يا ابو محمود. وانت قادرة تمشي يا بهيجة؟ يا اخويا هاد انت تعبت. طول عمرك حنين علي يا بهيجة. وانا ليا غيرك، ربنا يخليك ويجعل يومي قبل يومك يا رب. مع السلامة، تروح وترجع بسلامة يا ابن جندي. مع ألف سلامة يا فندم. سمير ده ولد مرن ومفيد، بفكرني أكافئه. فعلا يا عمي، أنا شفته بيشتغل نشط جدا. إن شاء الله هتدول عليا كده وأكتر لما ابتدي الشغل. هنركب فين؟ لحظة واحدة، القطر ده رايح فين؟ ايوه انت القطر ده رايح فين؟ ايه؟ القطر معرفش. ايه؟ امال راكبه فيه ازاي؟ طب انت رايحه فين وانا اعرف؟ اسكندريه. لا، الاقصر، وانا رايح اسيوط سولو، يعني لوحدي. عربيه دال صالون 16، انا بقى درجه تانية الف، كرسي 76. يمكن تحتاجيني، حد يضايقك ولا حاجه؟ ممكن. ممكن قوي. سكر سكر. ما
بتبص على ايه؟ حد بياكل؟ بياكل. امال واقف عندك بتعمل ايه؟ تعال. في مركب هنا يخش جوه القصر. شفتها؟ شفتها. ايه حاجبي؟ متاسف حاجبي، كنت هتوقع الميه. ميه؟ اشرب اشرب يا بيه، ما حدش واخد منها حاجه. انا رايك دمك عسل. انت رايح فين؟ قولي لحسن تنسى بعد ما تسكر. يا حبيبتي اي خدمه ده العادي، ربنا يخلولك. ناس زياده ملهاش لازمه. ايه وشك يا اخويا من امتى؟ الف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك. ربنا يسعدك يا حبيبتي. ايه خلي بالك منها يا واد. في عينيا يا طنط. عقبال بكام؟ ابقى طمنونا بالتليفون. ما تزحلقهم بقى يا اخي. سلامة. عايزين نخش ننام. ما نمناش طول الليل. خليل يلا بسني ايه؟ طيب وعارفه ايه؟ صباح نور. استباحة. اشكر. قاعد تعبان قوي. اللي احنا فين دلوقتي؟ داخلين على المانيا. ياه لسه داخلين على المانيا؟ انت ماشي على كام؟ ممكن وحياتك زود السرعه عن كده شويه. لا مش ممكن. ها؟ قابل للجسر. بس كده هنوصل بعد قطر 8:30 بكتير. ايه 8:30 دي؟ قصدي القطر اللي بيقوم من مصر 8:30، لازم الحقه. طب ما ركبتوش ليه من مصر؟ في ظروف تمنعني. خلاص انزل خد لك حاجه اسرع. على طول يا بيه. اسيوط. اسيوط. الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب، تدي كل واحد على قد نيته. شكرا سعادة بيه. يا ترى كانوا بيستغفروني من قد ايه؟ سنه؟ اتنين ولا اكتر؟ ها ايه القصر البايظ ده؟ مغاروا الفلنكات، كل حاجة باظت خلاص. ايوه انا كمان معدتي باظت خالص، عشان كده بشرب لها مية معدنية كتير. ايوه هي ريحتها مية خالص فعلا. ريحتها مية ما بقتش تفرق معايا. ايوه هو كله شرب. ايوه ساعات بيسموها مية برضه. ايوه مش كده؟ ايوه ايوه انت مش عايز. ايوه يا استاذ انت مش عايز تتكلم معايا ولا ايه؟ مش عايز تتكلم معايا ولا ايه؟ لا لا ابدا، بس اصل انا كنت سرحان. سرحان في ايه؟ ابدا مشاكل. مشاكل وكلنا عندنا مشاكل. هو انا بشرب من شويه فعلا يظهر ان هو ده الحل. لا اوعى، مش هو ده الحل، ده هروب. طب لما حضرتك عارف كده بتشرب ليه؟ قول له والنبي قول له بتشرب ليه.
ما انا ما عرفتش الا لما هربت. بعدين كان لي امال هايله وعظيمه وكان نفسي كنت حاول يا بجولا انا حاولت وفشلت. خساره ايه؟ لا يعني قصدي كنت تحاول تاني يعني. ما حاولتش هربت وهربت. انت راجل طيب. ايوه اعرف انا حققت كل احلامي الخيال. افهميني يا ماي، عايز ابنك يبقى قاتل مجرم؟ قوم هات الخرابات برا بدنا نوصل. غير هدومك ولا بدك تدخل البلد ما بنت. اقلع اقلع. وانت واقفه ادور وشي. لا ما ينفعش اخرج برا. عندك عالشفونيرة؟ انا عندك عالشفونيرة. شفونيرة يا وليس ما شوفها عندك في الشنطة. لما انت عارف انهم في الشنطة ما مديتش ايدك وخدتهم ليه؟ ما انا كنت عارف انهم في الشنطة. مش لسه قايل وانت نافع في حاجة؟ قلت شوف مش نافع غير في الشرب بس. لو تبطل الدهولة اللي انت فيها دي احبك واخدك معايا كل حتة. ما انا عجنيه ابو خليل. ها ما تقوم يا راجل ترايح في عربيه النوم شويه، في كابينه فاضيه. لا معلش خليني انا مع الناس بسلم معاهم لوحدي. ايه مالك كفل الشر؟ لا لا انا ماليش حاجه، انا كويس الحمد لله ربنا يطمن عليك. الله يخليك. ولا من تاني نظرة؟ برضو لا. ولا انا؟ عن اذنك. على فين؟ تسمح تسيب الباب؟ لا. وبعدين بقى انت ايه حكايتك؟ اقول لك يا ستي حكايتي. شوفي بقى اصلا لو سمحت بقى. سكر خلاص لسه. اي خدمة؟ يا ابن ال بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. يمك ما قلتلكيش حاجة؟ حاجة؟ حاجة زي ايه؟ ولا حاجة. سادتي 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 اليوم تقوم مباراة كبرى بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك. الجو الكرو جميل والشمس طالعه وجمهور مالي الاستاد. الكره في رجل مصطفى عبده طالع بالكره طالع بالكره. اوه جول اوه جول شوط بلاوي بالجول بلاوي بالجول. انت زملكاوي؟ اه. وانت اهلاوي؟ ايوه. اتنين حلوين يا ترى بتعمل ايه دلوقتي يا صبحي؟ تلاقيه بتحكي لاصحابك ان جوزها المغفل ولا عنده فكرة. أنا؟ لا أنا راجل شريف وعندي ضمير، بس بيني وبينك ده آخر خميس للهدف ده معايا. ليه؟ احكيلي احكيلي وادينا بندردش. السكة طويلة ولو سكت هنام منك. لا في عرضك احكيلك قوي. أصلهم هيعزلوا أسيوط. ومال؟ فيها إيه دي؟ لا ساعتها العين هتبقى عليهم، جيران جداد بقى. تلاقي الهدف متجوز بقى. يا بيما نتكلم على المغطي احلى. اصل انا خجول قوي شرفك. باين عليك. تلاقي جوزها صاحبك مش كده؟ لا طبعا
لا مجرد زميل في الشغل، لا هو مش صاحبي. وقال لك تبقى عيبة، عيبة كبيرة قوي. أنا راجل عندي ضمير. واضح واضح. خلينا في الهدف، احكي لي. ست جمالات، ست جمالات، ست جمالات. البرشام وانا ايه ذنبي؟ كان بدل عليك، عليك بالي، كان بدل عليك، عليك بالي. انا مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك في السكه الطويله دي. بس من زمان ايه النحس ده؟ شرف سعادتك مستحمي كذاب. انت يا جدع انت ايه بيه؟ تعال هنا. حاضر حاضر. ايه مش تساعدني؟ حاضر. شيل استنى. شيل. حاضر يا فندم. وديها هناك. حاضر يا بيه. اهو القطر اللي هركبه من اسيوط هيمر من هنا بعد 10 دقايق. بس كده مش هتلحقه. لا بي اصل لسه هيلف كده وكده غير المحطات اللي هيقف عليها. انما السكه بتاعتنا طوالي. لا يا اخويا ناصح. عيب يا بي متعود. طب يا اخويا اتعود على الكوريك. عيني حط مكانه. حاضر. لا فوق يا ابراهيم عشان تعرف تنفذ اللي في دماغك. الله الله الله. ايه ده؟ القطر مايل ولا انا اللي سكرت؟ لا انت اللي سكرت. بطل الهبات ده بقى. بذمتك انا سكرت؟ لا ده القطر هو اللي بيلف. القطر شفت ايه؟ القطر هو اللي بيلف. كلنا بنلف. انا بلف وانت بتلف. انت بتضحك يعني. كلنا بنلف حوالين نفسينا عشان كده بنطب بسرعة. كتر اللف بندوخ. صح معاك حق. عشان كده أخوك ضاربها صارمة مريح نفسي من اللف والدوخ. ما هو شوف اللي ليه هدف في الزمان ده لازم يلف ويدور، وإن ما كانش أشطر من غيره في اللف والدوران هيدوخ ويقع. صح. وإن ما وقعش يصير يلاقي اللي اشطر منه يقع. برضه صح. يبقى اللي ضاربها صار ما احسن. على الاقل عنده اخلاق. يعني اللي بيلف ويدور ما عندوش اخلاق؟ إيه حضرتك رايك ايه يعني؟ طبعا ما عندوش. واللي ضاربها صار ما عنده اخلاق. لكن مش ممكن يكون عنده فلوس ولا مركز ولا اسم كبير. صح. بس مرتاح. لكن ملوش قيمه. ها عندك صاحبك ده ضربها صرمة بجد لكن ملوش قيمة، وانت كذاب تضحك على نفسك. عن اذنك. على فين؟ انت زهقت مني؟ لا ابدا لا زهقت ولا حاجة، بس حلف سجاير. لا حلف وارجع لك. نام شوية، نام حبة، ارحم الناس من لسانك. يا ناس كل ده كلام في الفلسفة ما تفهموش الكتات اللي زيك انت. تخملي أنا؟ نام نام خليك معايا انت أستاذ. بس بس نام ما تضحك يا أمين. لازم تفكري في العقل. بالعقل. أنا ليه سبت مصر واتنقلت للصعيد؟ مش عشان نوفر، مش عشان نوفر. تيجي انت تبقى عزائي القرشين اللي هنوفرهم. كل حي بياخد نصيبه. كل حي بياخد نصيبه؟ يعني ايه؟ مصممه؟ انا لا مصممه ولا حاجه اهو. كده حلو بقى. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، اوعي تتعودي على ركوب درجه اولى. المره دي جت سليمه. الحكومه صرفانه استماره.
المرة الجاية تطلبي مني أنا أركبك على حسابي أروح فيها. خليك قاعد مطرح. أنت هات واحد. ما انش فكر. استنى لما يجي ابويا العود. ها ممكن اقعد؟ هو باباك هو العمدة؟ لا ابويا هو العمدة. وانت هتبقى عمدة امتى؟ بعد عمر طويل. اسمك ايه؟ انا ايوه محروس. محروس من العين. ما تيجي ما تاخذهاش. اهلا يا عمدة. اصل ولدي مش مدردح بجد. قوم قوم هاتي شنط من فوق. اقعد اقعد. اسمع نساوين البندر مالكش صالح بهم واصل. انت كنت فين يا شيخ؟ وبعدين معاك. طب اقعد الاول. طب بس بس خلاص. انت من الساعات تحس انك عاوزة تتكلمي مع حد؟ لا بجد انا مش بعكس. انا دلوقتي في الحالة دي. اقعدي البيت بيتك. اضحكي يا شيخه ما حدش واخد منها حاجه. تقدري تضحكي وانت قاعده لوحدك؟ انا لما اكون متضايق بضحك، لما اتضايق اكتر اضحك اكتر عشان انسى. تيجي ننسى؟ لا انسي اكتر. لا 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 لسه فاكره شويه. انسي اكتر. قولي مارك امبارح بكام؟ الفرنك السويسري النهارده بكام؟ انت متعرفش تبقى جد ابدا؟ لا ليه؟ معقول في الدنيا في اتنين يضحكوا مع بعض وهم ما يعرفوش بعض؟ شوف يا ستي انا اسمي تشربي شاي؟ اتنين شاي. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ مش فاكره نسيت. خلاص نتكلم في حاجه تانية. مع اني فاكر. خد يا اخويا الدواء بالشفا يا ابو محمود. يا سلام عليك يا بهيجه، ما بتنسيش حاجه ابدا. وانا ليا بركه الا انت يا ابو محمود. ربنا يخليك ليا وما يحرمناش من بعض ابدا. زي ما كنت متوقع بالظبط، هنبقى اسعد زوجين في الدنيا. وقررت النيابة توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المدعو إبراهيم السيد حسن، وذلك لقتله زوجته المجني عليها جمالات إسماعيل رجب، ويصير البحث عنه وضبطه، وأقفل المحضر على ذلك. رحت ضربها صرمة. هاي صحيح؟ طبعا. وبعدين؟ بس 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 ايه؟ بس بس حقش غير الصرمه صح. وبكره؟ احنا النهارده. ايوه بس بكره جاي ولازم تفكر فيه. مسيرك تتجوز ويبقى عندك اولاد وبيت، هتحقق كل ده ازاي اذا ما كنتش تعمل حسابك؟ اللي بيعملوا حسابهم دول انا بتفرج عليهم وبضحك. يبقى عمرك ما هتحقق حاجه. اللي بيحققوا دول ناسين انهم هيموتوا. انا اخويا حقق كل اللي كان نفسه فيه ومات. اديك فاكره. اللي ما بيحققش حاجه في حياته ما حدش بيفتكره. ولما يفتكروني وانا ميت هستفيد ايه؟ ما انا ميت. هو انا ما قلتلكيش؟ اصل انا والموت اصحاب قدام. شفته وعشته في الصحر في عز الحر. شيء فظيع انك تلاقي الموت حواليكي من كل ناحيه. كنا بنجري حوالي اعز اصحابي وحبايبي وفي ثانيه الاقيهم ماتوا. كل واحد فيهم كان بيفكرني بكره.
كلنا كان عندنا أمل كبير في المستقبل وفي الدنيا. كل ده راح فين؟ عشان كده أنا مفكرش في بكرة، بعيش النهاردة. بتسميه هروب؟ وإيه يعني؟ ما أنا بهرب بالضحك والهزار زي ما غيري بيهرب بالخمرة والمخدرات. أنا معك إنها تجربة قاسية، لكن لو كل الناس فكرت زيك كده كانت البلد ضاعت. ما كناش حاربنا في 73، احنا حاربنا عشان كان عندنا أمل وإصرار إننا نكسب وكسبنا. الهروب معناه اليأس، واليأس معناه إنك ضعيف، والراجل لازم يبقى قوي ويتحمل الصدمات. ده كان لازم تستفيد من التجربة دي مش تهرب منها. كان لازم يبقى عندك هدف في حياتك، مش مهم انك تحققه، لكن يبقى فيه هدف. هي دي لذة الحياة، هي دي الحياة نفسها، صح؟ ايه؟ انت زعلت مني؟ لا ابدا مش منك. امال من ايه؟ من محطتي. خلاص وصلنا بسرعة كده. ما انت السبب، لو كنت سمعت كلامي من ساعة خبطتلك على الإزاز. أصلي ما كنتش أعرف إنك مهذب وظريف كده. مالك؟ عمر ما حد قالك إنك مهذب؟ لا، الكلمة التانية. ظريف؟ آه. لو كنت أعرف إنك هتضيع منك المحطة ما كنتش قلتها. أشوف وشك بخير. مع السلامة. في قطر تاني. نسيت أقولك حاجة، خدي بالك من نفسك. وأنت كمان. إبراهيم، الحمد لله على السلامة يا إبراهيم. الله يسلمك. أمال فين صبحي؟ معرفش الواد ده راح فين النهاردة، لغاية دلوقتي مش باين. وعلى العموم ان مجاش هبعت لك المنيه قدامي. الكلب حفلت. لا لازم يجي. سواق اسمه ابراهيم السيد حسن، الاقيه فين؟ ليه خير؟ مطلوب القبض عليه في تهمة قتل. ابراهيم؟ الاقيه فين؟ هو دلوقتي في اسيوط. ابراهيم! ابو خليل! اسم ابراهيم! يا راجل! دبحت حس عليك! اخيرا اخيرا يا صبحي. لا امسك نفسك، اصبر شوية يا ابراهيم لما تبقوا لوحدكم. متضيعش الفرصة يا كلب. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله بالسلامة. اهلا يا صبحي، وحشني قوي. ما تشوفش وحش يا عمينا، يا حبيب الكل انت. طب يلا بينا نجهز الشغل. من عناية انا اشوفك نفسي تتفتح للشغل. طب يلا يا اخوي. يلا ما ازعش يا ابراهيم، بقى ليك برضه. خش يا اخوي. لما انت وحشني قوي يا اسبراهيم، 48 ساعة ما اشوفكش، ده كتير عليا. انت كمان وحشني قوي. ربنا يدين معروف، ده احنا اكتر من اخوات يا اسبراهيم. خش جوه شوف الزيت، تعمل شيشني. عينيا. حاضر. كله اهلا كله، لما تشوفوا قولوا هو فاكرنا ايه؟ ايه مش مالين عيني؟ راح اقول له جرى ايه؟ كنت مبسوط قوي ليله امبارح. قوي قوي يا ابراهيم، كانت ليله من الف ليله. احكي لي عملت ايه؟
لا يا عم انت راجل متجوز. بس انت مش غريب برضه. اقول لك جو تعبان السويد، ما انا قلت لك عليه. جات لي امبارح صور يا ابراهيم، وكانت ليله عجب. ما عندكش فكره، ليله كلها متعه. البنت اصلها اميره وطيبه ويعني ما عندكش فكره. فكرني مش عارف كلها دقايق وتعرف اني مش مغفل. الاوتوماتيك التاني لسه ما فتحش يا صبرين. شايف دلوقتي هيفتح. معقول؟ تذاكر. لا ما انا قطعت واحدة تانية. بس دي درجة تانية يا أستاذ. ما أنا عارف، بس أنا جاي أسلم على قريبتي وهمشي على طول. ممنوع. اتفضل. حاضر. وراك. أظن مش ممنوع تيجي معايا درجة تانية. هعرفك على ناس ظراف أوي. يلا. شنطتك لحد يسرقها. أنت فين؟ القطر ساب أسيوط. المحطة اللي بعدها يا سهاد. من فضلك اديني سؤال. وحدوه مستوانا. اسم الله عليك، ما تفتحش حاجة، ما تسيبش بالي. بس شغلنا قوي النهارده يا صبري. مش زي عوايدك. طبعا مش زي عوايدي. النهارده ما بتكلمش خالص. دلوقتي افضلك. مهبك. دي الانسان اللي خليتني افكر اني ما هربش واحاول اغير اسلوب حياتي. على فكره وراك كل عظيم امراه، صح يا سعاد؟ هي دي اللي ورايا نايم على طول كده. وانا بهرب على طول. لو كان صحالي شويه ما كنتش شربت. خليكي صحالي على طول. لو تغفلي عن الله هنبقى عظيم. الإنسان هو عظيم. ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم أولاد الحرام. مالك إبراهيم؟ زعلان مني في حالك؟ أنا أبدا. زعلان منك في إيه؟ أصلي كنت بسأل لو أنا جاي في الجرنان. لا تعبان أوي النهاردة، تعال خد مكاني. سلامتك يا ريس. تاخد التريدون ولا الأحمر؟ لا. وانا قربت لمؤاخذة يعني. ماشي. ما قلتليش يا ريس ايه اللي قريته في الجرنان وشغلك قوي فيه؟ قول يا صبحي. ايوه. انت بتشتغل معايا بقالك كام سنة؟ ايه هو في علاقات جديدة ولا ايه؟ ما انت عارف يا ريس انا بقالي معاك 14 سنة. 14 ونص. ممكن انا اخونك في شرفك؟ انت؟ معقولة دي؟ هو في اخلاق في الدنيا زي اخلاقك؟ ده انت اخ. طب انت ممكن تخوني بشرف يا صبحي؟ انا اعوذ بالله. ليه جننت يا صبحين؟ بص يا صبحي. طب ده حتى لو جننت ده الكلب بيراعي العيش والملح يا صبحين. اللي ما بيراعيش يا صبحي. لا 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 الكلام اللي ملوش طعم ده بقى. انت مالك النهارده بالظبط؟ افرض مثلا انك خنتني في شرفي. لا ما فرضش. ده انا كنت استاهل الاكل. قتل؟ حتى القتل مش كفايه. انا استاهل الحرق. حرق بس. لا. كفايه القتل يا صبحي. ليه كده يا صبحي؟ بلاش هزار. سلاح يطول. السكينه دي غرقانه بدم جمالات. ايه؟ قتل. ايوه. خنتني وكنت فاكر ان انا مغفل. انا مغفل؟ لا لا. وانت خاين. تستاهل القتل. ايوه بس مفيش بس ولا حاجة.
قعدوا للغسيل يا اخويا وطول النهار قاعد اغسل. يا سكران انت لما تحب تكون حاجه ابقى قولها في ودني، بلاش جرفه بلاش هتيكه. انا مش جاهز بالله، انا مش ناكل، خليك غندك كبير. هما فين دول؟ دخلوا دخلوا. ادخل انت كمان. معقول الكلام ده؟ ادي قلتها. معقول الكلام ده؟ مش معقول طبعا. ما اعمل ايه؟ استنى عزرائيل ضواعه خلاص. يا راجل يا مجنون اسكت يا لهوي. يا جماعه يا جماعه ما حدش يصدق الراجل ده، ده الراجل ده اصله اتجنن بصحيح. وقعوا الاثنين. الاثنين وقعوا. عارف لو ما عدتش انا هدشدش لك الترمز ده. مش دي شيء. اعمل بيه؟ انا عايز اروح. انا عايز طيب بس اقعد بس اقعد. انت مش مزاجي تاخدني على قدها. كمساري 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 الشواء والعطار جوا هم الاتنين من القط. انا شفتهم بعيني دول. وقعهم بالقط؟ ايوه. يا خبر ابيض. انت عجوز تتصرف. ما تزعلش في اتنين اضافي. عارفه الاضافي ده في الشاف اللي بيشوفوه من الحكومة من غير ما تعرف. صبري تعرف ان انا مش سكران. صبري اهو شايف اهو. بص هو ده اللي نرجع عليه. مش مصدقني ليه؟ ليش كلكم حتموتوا؟ ما جتش بسرعة ليه؟ كنت شفتهم بعينيك دول. على العموم لو كان ده حصل. والله حصل. لو كان حصل يبقى القطر مش واقف في المحطة الجاية. أيوة صح. صح؟ مش هيوقف. لو ما وقفش الناس دي كلها هتصدقك. أيوة. اقعد. اقعد. الناس فات. القطر مش هيوقف. يقف ولا ما يقفش؟ انت هيجرى علينا هيجرى عليك. شوف الحكايه دي لتكون صحيح. انت هتصدق يا هانم؟ ده هو اللي انتقل العيال حبتين. على الله يا رب. بيقول القطر اللي ما وقفش في السواجب الكلام الراجل ده صح. ربنا يستر دي تبقى مصيبه. يا راجل مش معقول. ده راجل سكران. راح فين؟ اهدى بقى اهدى. لا اجي الترمس. عندك اهو هناك في الارض. الله يخرب. العيد كلنا رايحين. لو القطر ما وقفش المحطه الجايه يا خبر اسود. معقول قطر من غير سواق؟ مش معقول يكون ده حصل. اكيد بيتهيأله. وانت مش شايفه سكران ازاي؟ يا رب
يا عم نسائح القط ده من غير سواق. ها ها وكلنا هنموت. يا خرابي لا هوي يا خرابي لا هوي يا خرابي يا لا لا مش حاسين. يا عم يا ابو كل رايح على مش غير سواق بتقول رايح على فين اللي هاو من حد هكسر دماغه حتتين. افهم انا بقى القضاء ده في حريه شخصيه ولا ما فيهوش؟ ها هي دي الحريه الشخصيه؟ انا مش فاهمه. سكة طويلة يمكن تحتاج أولعلك. إيهاب فؤاد وأنا زيزي. سيجارة؟ إيه يا مينا أنت عطشانة؟ آه. طب ناخد واحدة أزوزة أنا وأنت نقسمها سوا؟ نشربها أنت لوحدك. لا ناخد أزوزة ونقسمها سوا. يا أخ يا أخ من فضلك دي بكام ودي بكام؟ كل واحدة ده كله كمان واحد. هات الكبيرة. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه تاني؟ انتوا دايما تحرقوا العالم كده. خلاص يا سيدي واحد. معلش يا أمينة أنا شربت من منابك شوية. لا معلش مش عايزة. بجد ولا زعلانة؟ هزعل من إيه؟ في حاجة حصلت؟ معلش أنا بقى هشربها وأقوم أدور لك على مية. تعرف يا بهيجة من أيام وأنا طالب نفسي أشوف الأقصر. نقوم نشوفها مع بعض. ربنا يخليك ليا. تشكر. باقي كتير. اول ما نعدي البلوك الجاي القطر هيهدي وقبل هندبر حالنا. ما تضربش في المليان الا في الشديد الجوي. سواك فضل عليها قد ايه؟ ما تقلقش ان شاء الله ما فيش حاجة. اشوف لك الكف. تعرفي؟ اجر عري. ياه انت حظك حلو قوي. شوف يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعيش 85 سنة. خط العمر بيقول كده. خط العمر المهم خط السكة الحديد. هو احنا هنعيده تاني؟ انت كنت هديت وبقيت حلم. هتشعنن هشعنن عليك. الناس لما بيعرف رجالها بتتهدي وما فيها خير. انا انت الله انت بتبشر عليا ليه دلوقتي؟ ما هو القطر حلو وناشف امانة الله. هو لو كان مفيش سواق مش كان القطر اترج اتهز؟ ما هو ماشي بسرعه اهو. معلش بلاش السيره دي
عشان خاطري. يا رب عم صبري يكون غلطان. انت هتخوفني ليه؟ هات اشوف لك الكف. ليه يا شيخ؟ وحياتك ما هكذب. وحياتي؟ وحياتك. في واحد متهيأ له انك بتحبيه، بس هو بيموت فيك، مع انه عمره ما تصور انه في يوم من الايام هيحب بجد. ربنا يهنيكم ببعض يا رب. اطلع غلطان عشانكم بس. شوف يا ممدوح، انت لازم تبقى صاحي. انا يمكن اشرب كتير عشان اجاري الضيوف، لكن انت لازم تبقى فايق وواعي تمام، ومحضر كل الاوراق اللي محتاجه الامضاءات. تستغل الجو عشان نخلص شغلنا. انا الحفله دي مكلفاني 15,000 جنيه. اه مش عايزهم يروحوا على الارض. حاضر يا عمي. وبلاش حكايه عمي دي، عبد المجيد بيه اظرف، خليك راجل اعمال. اطمن عبد المجيد بيه، ان شاء الله هكون عند حسن ظنك. هيكون في ناس مهمين قوي معزومين في الحفله، زي ايهاب فؤاد واخو فهمي وغيرهم. ما تستغربش يا ممدوح، الناس دول كانوا صغيرين وانا ساعدتهم كتير عشان حسيت انهم هيكونوا مفيدين في المستقبل. هما دلوقتي بيردوا الجميل، وبرضه كله بتمنه. مالك يا ممدوح؟ نفسي افهم ليه الانسان بيقبل انه يقدم تنازلات عن حاجات كتير عشان الفلوس. انت مثالي قوي. الناس عايزه تعيش. تعيش بالطريقه دي لما تبقى احلامك كبيره وامكانياتك الماديه قليله، لما تشوف اللي حواليك بيسبقوك وهم زيك او اقل منك، لما تفقد الامل في المستقبل ويكون الاغراء كبير، مش هتقدر تقاومه، لانك عايز تعيش وتعيش كويس. وعشان تعيش كويس لازم يبقى معاك فلوس. اهو ده بقى اللي انا كنت خايف منه. كل شويه هتقولي لي ماما وحشتني وعاوزه تنزلي تزوريها في مصر، مش كده؟ اللي فيها ايه بس يا عزمي؟ يا هرومي بتقولي لي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها كتير. فيها ركوب قطر، وفيها مصاريف، وفيها زياره. وانت عارفه اجيب السياره منين؟ ما انت عارفه مفيش. ده انا مش لاقي اجيب جاكيت، اطلع من قميصي. اديني الجرس كده يا احمد. سكه مفتوحه؟ آه. ايوه. ليه؟ القطر ده دخل قبل ميعاده بعشر دقايق. مالك يا عبد الجليل؟ فيش يا ام، فيش. خايف؟ ايوه خايف من ربنا. خايف عليكي هتعيش ازاي ياما لو جرالي حاجه؟ فكرتيش هيكون مصيري ايه لما اقتل؟ شوف يا عبد الجليل يا ابني، اختار لك واحدة من التلاتة، يا اما تخطر ابوك، يا اما تطخ امك، يا اما تخك انا واغسل عاري. خلاص مفيش كلام في الموضوع ده، واصل. فيه بارود، قوم هات الشنطة من فوق، قطر قرب يوصل. يقول لك يلا ما فاضلش غير 5 كيلو، دبر حالك. المفتاح. مناه صالح. خد اربطه في الرف. يلا قوم. هم اقعدوا. قوم اربطه. يلا بسرعه.
مهما عملت يا سويلة مش هتقدر تفلت. باقي كتير القطر هيهدي عند المتروبين اللي واقف مستني. القطر ما هداش ليه؟ واه القطر ما هداش. واه ايه اللي حصل؟ يخرب بيت السواق، ايه اللي حصل يا بلادي؟ مكانك، اللي هيتحرك هطخه. قول له ارمي البندقيه. ارمي البندقيه. سيبنا اعمل معروف لحسن يطلع كلام الراجل ده صح. راجل مين؟ القطر من غير سواق. ايه؟ سواق؟ غير سواق ازاي؟ وقف القطر ازاي؟ والحل؟ مش عايز اموت، مش عايز اموت يا ناس، يا مش حاجه. فين الكمساري؟ عنده فكره عن ايه اللي نعمله؟ وفين الكمساري؟ مش مش من الناحيه دي، مش على طول لحد. تعالي تعالي شوف الكمساري فين. وطال بيجيبوا الخط لسه. الو ايوه يا فندم، انا ناظر محطه سوهاج، قطر 88 ما وقفش في المحطه. نعم يا اخويا، احنا هنهزر؟ انت مين؟ تصور مش مصدقني. بصراحه عنده حق، انا بقالي 30 سنه في المصلحه ما شفتش قطر ما يوقفش على سوهاج. وبعديها السبنسة، والسبنسة مش مفتوحة على الوابور. يعني ايه القطر مش هيقف؟ يعني ايه القطر مش هيقف؟ يا جماعة يا جماعة، نحاول نفك العربية من الوابور ونسيب الوابور يغور في 60 داهية، وهي العربية تسيرها تقف لوحدها. يلا بينا يا جماعة، ما ينفعش ما ينفعش يا أخي.
الزاويه. يا سيدي قوه الشده اقوى مننا، يعني فيه استحاله. انت هتفهمها بيعني؟ يعني استنى ما نموت. استنى نموت، نموت دلوقتي احسن. عليك نار. وبعدين ما ردوش علينا. ايوه انا انور المحمودي احمد. سرعه القطر قد ايه؟ طب اطلب مراقبه اسيوط ودخلها معانا على الخط، على بال ما اطلب المسؤولين، علشان دي مساله خطيره واخدش فيها قرار لوحدي. هي موته ولا اكتر؟ يا حبيبتي انا خايفه قوي، مفيش حل. ما تخافيش، ما دام القطر ما وقفش في سوهاج يبقى ضروري المسؤولين خدوا خبر وزمانهم بيتصرفوا دلوقتي. يا نهار اسود. ثانيه واحده، خليك معايا على الخط. ايوه يا فندم، جت اشاره دلوقتي بتقول ان العطش جمات والسواق مصاب. الو، اديني مراقبه اسيوط. الو، ايوه يا فندم. طيب القطر خلاص عدى. قطر نجا حمادي فات على التحويل يا فندم، وبقوا الاثنين على خط واحد. ادي تعليمات بقفل جميع المزلقانات عندنا. حاضر يا فندم. اسمع، قول لي المسافه بين القطرين قد ايه على اللوحه، يعني يتقابلوا بعد قد ايه. حاضر يا فندم، حدد لنا المسافه بين القطرين قد ايه دلوقتي. المسافه 29 كيلو، يعني اقطعوها في 11 دقيقه بالظبط. ده اذا كان الاثنين سرعتهم 80 كيلو. يعني ايه القطر طلع من نجح حمادي؟ يعني القطرين هيخبطوا بعض؟ افتح اتكلم. هو ماله بس؟ ما هو زيه زينا. هو ماله ازاي؟ سليم منه. ما كمان اثبتوا رب العالمين. الوابور يوقفه، بس ده مش ممكن. هدفنا ليه؟ اللي هينط لازم يكون بيفهم ازاي يوقف القطر. في فرامل بطيئه وفي فرامل مفاجئه، يصح تقلب القطر كله، يعني انتحار. خلاص، ما دام انت قلت كده وبتفهم يبقى ضروري بتفهم توقف القطر. اتفضل وقف القطر. انا؟ ايوه انت. مال يعني مين؟ بقول لك ايه؟ انت اللي ما نطيتش، هنط انا في كرشك. يا اخوانا ده راجل كبير ما يقدرش، لازم يكون شاب صغير. انا اقدر اقف بالابور، عندي فكره عن المركب. تعرف تنط؟ النط سهل. صحيح يا احمد، تقدر توقف الابور؟ والله على الله، دي مسؤوليه يا احمد. ربنا يسهل يا عم الصبر. طب يلا يا اخويا. ساعدوه يا جماعة.
الباب والشباك مقفولين. هتتصرف ازاي؟ هجرب افتح الباب اللي هناك. عمليات البحث والإنقاذ أفندم. أرجوك اتصل بالأقصر وتأكد إن الطيارة طلعت فعلا. في الأقصر سوهاج سنتر ده الاتجاه. اديني إنقاذ الأقصر. حاضر يا فندم. معاك يا فندم. أفندم هلا. أقول الأقصر يا فندم. على قصر جهز الطيارة اللي عندك بجماعة إنقاذ وجماعة طبية واعمل ايرفورت فورا وهديك التعليمات وانت في الجو. ارفع حالة الاستعداد. ايوه فندم معاك يا الشرق بالظبط. في قطر جاي من اليمين وقطر جاي من الشمال. حول. العطر
الرمل الجانب الشمال هو اللي فيه طوال. حاول. شخص فوق القطر اعتقد بيحاول يدي اشارة استغاثة. ايه مسار في الشخص ده توصله بعد القاطرة؟ احاول يا فندم. حاول. يا طاج
تخيلي علي النعمة أخرم عينيك وعينين اللي شددوا لك. عم قرقس عم قرقس تعال انا ما اشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. تعال شوف المصيبه اللي قدامي انا الاول. ايه يا اخويا بص شوف يا اخويا يلا اخويا اوعي يا انا اوعي يا انا وصلنا أسوان كشكو فوديت على مهلك حاسب الحمد لله على مهلك الحمد لله بالسلامة يا بطل وش تشلفت خالص يا فريدة وأنا خالد الحمد لله على سلامتك يا خالد الحمد لله على سلامتك أنت حاسس بإيه روح شوف لنا عربية من عربيات الإسعاف اللي على الضفة التانية واتفق معاهم ولا الطيارة لازم أسافر أسوان الليلة بأي شكل مستعد أدفع 15 ألف 20 ألف